جماعة الحوثي تبدو مختلفة تماما عن الفصائل في العراق أو في سوريا أو حتى حزب الله اللبناني. لديهم قواعد اشتباك، لديهم حسابات، عندما تضربهم مرة مرتين يعني نوعا ما يشعرون بالردع، يوقفون إطلاق النار، يغيرون بعض الضربات وغيرها. جماعة الحوثي حتى هذه اللحظة أو حتى إذا ما عدنا قليلا إلى الماضي لا يشعرون بالردع أبدا، هم يصعدون ويصعدون ورغم تحرك كل شيء ضدهم ورغم الأنباء الواضحة أن هنالك حلفا ضدهم، لكنهم صعدوا بشكل غير طبيعي. هل تعتقد فعلا سيشعرون بالردع؟ يعني هل ترى أنهم ممكن أن يخففوا من وطأة هجماتهم؟ رأيي حقيقة بأنه قد حان أوان البدء في قصف الحوثيين. أعتقد بأن الحكومة الأمريكية لم تكن ترغب في توسيع رقعة الحرب ولا ترغب في ذلك، لا ترغب في أن تستفز إيران كذلك من أجل مزيد من التصعيد في هذه الحرب وربما أن تدفع حزب الله بأن يصعد ضد إسرائيل. فإذا الولايات المتحدة كانت تحاول أن تتحلى بالحذر. الولايات المتحدة لا ترغب في تمكين الحوثيين بأن تجعلهم يبدون كحركة مقاومة، حاليا هي حركة التمرد مصممة من أن تتحدى حكومة اليمن. إذا قصفت الولايات المتحدة ربما سيبدو الحوثيون كأنهم حركة مقاومة وأن تتوسل إلى المنطقة وإلى الشعب اليمني من هذا المنطلق، فإذا هذا أحد النقاط التي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار. على أنه قد حان الأوان، الحوثيون الآن ضربوا بعض السفن التجارية وميرسك قالت بأنها لا تستخدم البحر الأحمر، فإذا بلغ الأمر مبلغ تهديد مضيق باب المندب، وربما الولايات المتحدة بحاجة إلى أن تتخذ إجراء عسكريا ضد الحوثيين، أعني إجراء عسكريا جادا.